السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأشرح لكم كيفية إرجاع سطح مكتب إلى وضعه الأصلي، يعني بطريقة سهلة ومبسطة. في مرات بعض الإخوة يتبدل لديهم سطح المكتب إلى وضعية أخرى، وبطريقة بسيطة تستطيع إرجاعه إلى وضعه الأصلي. أول شيء، لوحة مفاتيح الكمبيوتر، تضغط Alt وكنترول وهذا السهم إلى الأسفل، يعني في نفس الوقت. هذه الطريقة الأولى، يمكن إرجاعه إلى وضعه الأصلي بالطريقة هذه. أو إذا أردت وضعية أخرى، هناك سهم إلى اليمين واليسار وإلى الأعلى، أنت تختار السهم الذي تريد به إرجاع وضعية سطح مكتب الكمبيوتر. لا تنسى اضغط Alt كنترول مع بعض والسهم إلى الأسفل. هذه الطريقة الأولى. الآن سأشرح لكم الطريقة الثانية. الطريقة الثانية، تضغط بيمين الفأرة، نعم باليمين، تذهب إلى أوبسيو جرافيك أو خصائص الرسومات، تجد روتاسيون بيفوتي سور 0 دوغري، بيفوتي سور 90 دوغري، بيفوتي سور 180 دوغري، والأخيرة بيفوتي سور 260 دوغري. معناها تديره إلى درجة الصفر، يعني وضعه الأصلي، 90 درجة إلى اليمين، 180 إلى الأسفل، و270 إلى اليسار. هذا مفهوم. تختار أي وضعية أنت، هذا عن طريق في سطح مكتب الكمبيوتر. هذه الطريقة الثانية، نعم، روتاسيون، تختار الدوغري ثم أوكي، يرجع إلى موضعه الأصلي. شكرا لكم، وفي درس آخر إن شاء الله. كما ترون، سأقلب الشاشة إلى وضع آخر 90 درجة ثم أرجعها إلى وضعها الأصلي. الآن عادت إلى وضعها الأصلي.